حبايب قلبي البشاميل، ألف عافية وصحة لكل اللي يجرب الطريقة إن شاء الله. إيه رأيكم؟ ده أكل النهاردة يا حبايب قلبي. وزيتون اللي ملوش مثيل، طعمه هتحكموا انتوا. وادي صينية المكرونة بتاعتي اهي، شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ قولولي انتوا، سخنة ولازم تسيبيها لما تبرد، اوعي تقطعيها وهي سخنة. وادي يا حبايب قلبي كسرنا القاعدة خالص، وعملت معاها لحمة ما عملتش معاها فراخ. الف صحة وهنا ليكم انتوا يا حبايبي، انا منوريني في احلى روتين النهاردة. حبايب قلبي قولولي ايه رأيكم في الكومنتات، ان عجبكم بقى دوسوا ايه، دوسوا لايك. حبايب قلبي، حبايبي وروحي وعقلي وفي يومي، طبعا النهاردة انا خرجت برا والحمد لله، وربنا ربنا راضيني والحمد لله. جبت من الجزار كيلو ونص لحمة مفروم، وجبت منه اللي نعمل منها الشوربة. يا حبايب قلبي انا كنت منزلها فيديو لوحد، الشوربة دي ما اقولكوش بقى، بتخلي العجوزة صبية وتخلي الشايبة ترجع تاني بنت بنوت. ازاي؟ اعملي الشوربة وانت تعرفي، وامشي ورا حسناء وانت كمان تعرفي. حبايب قلب اللحمة المفرومة دي ان شاء الله هعمل لكم منها حاجات حاجات حلوة. نعمل لكم بتنجان باللحمة المفرومة، مكرونة بشاميل، حدش عارف هنعمل بها ايه، ما بتخسرش. وتعصيج اللحمة انا برضو منزلها في القناة، بس ان شاء الله مش هحرمكم من حاجة. دي يا جماعة الماسورة بتاعت الجاموسة، بنعمل منها احلى شرب. ودي اللحمة بتاعتنا المفرومة اللي بنعصق بيها ونعمل بيها كل حاجة. حبايب قلبي صحة وهنا، كل سنة وانتو طيبين، ويتعاد عليا وكل ايامنا تبقى بخير. ايه مش غير ولا ايه حبايب قلبي؟ تعصيج اللحمة المفرومة خطوة بخطوة، وهتبقي استاذة فيه. تعصيج اللحمة ان شاء الله للمناسبات وكل ليالي الافراح، حلو كله هتلاقيه عندي باذن الله. اللحمة المفرومة لو هتجيبي كيلو من عند الجزار، تبقى كيلو بصل معاه. حبيبة قلبي احلى بصل واحلى لحمة معانا. حبيبة قلبي دلوقتي كيلو ونص بصل مبشور، لان انا هعمل معايا كيلو ونص لحم. حلو الكلام. معايا حبيبة قلبي توابل وتحابيش، ورق لوري، فلفل اسود، وكبابة صيني. حبيبة قلبي الريحة ما اقولكيش، الكبابة الصيني دي سحر. ومعايا الفلفل حسب ما انت عايزة، حامي بارد زي ما انت عايزة. ومعايا الحلة على النار دلوقتي، المادة الدهنية اللي هتعجبك، اللي عايزة تستعمليها استعمليه. نعمل ايه؟ عايزة تبدأي وتدي صدمة للحمة، تمام. عايزة تشوحي البصلة وتخلي لونها حلو كده، تمام. الاتنين شغال. يلا بينا حبايب قلبي على البوتاجاز، ننزل باللحمة المفرومة وننزل بالبصل، ونعمل احلى تعصيجة لحمة ان شاء الله. بينا حبيبة قلبي، يلا. هذا حبايب الحلة بتاعتي وفيها المادة الدهنية بتاعتي، سمنة زيت اللي يعجبك، دي سمنة انا عاملاها. هنزل دلوقتي حبايب قلبي بالبصل اهو، بسم رب العالمين. انا حبايب قلبي بديها لون، بديها لون، تمام؟ بمعنى اصح هتدبلي البصلة انتي وبراحتك انتي بقى، خلاص. يلا حبيبة قلبي اهو زي ما انتوا شايفين كده، اول ما يبقى معايا اللون المطلوب ارجع لكم. حبايب قلبي كده البصلة بتاعتي لما انا عصقتها حبايب قلبي، يعني دبلتها كده، شايفين لونها عامل ازاي؟ بيبقى طعمها زي كباب الحلة بالظبط. هننزل بقى دلوقتي يا حبايب قلبي بايه؟ باللحمة بتاعتي المفرومة اهي، تمام. ننزل باللحمة كده مرة واحدة، طبعا انا بعملها مرة واحدة علشان خاطر هعمل بها ان شاء الله معاك وكذا حاجة، تمام. اقلبها بقى دلوقتي اهو، هبدأ بقى اقلبها دلوقتي يا حبايب قلبي. وانزل بقى حبايب قلبي بكل توابلي وتحابيش اللي انا قلتلكوا عليها في الاول، خلاص. ننزل بقى يا حبايب قلبي بالفلفل الاسود، ماشي اهو، والحاجات دي بتاعتي يعني التوابل. ننزل بقى بالفلفل بتاع ماركة والدة اهلك، نديها بس تقليبة كده حبايب قلبي. وفي حاجة كمان هننزل بيها دلوقتي، ننزل بقى بمعلقة الايه، الصلصة بتاعتنا، علشان خاطر ايه يتقلب كله كده مع بعضه. وسيبيها بقى مع بعضها كده حبيبة قلبي، ما اقولكيش. ادي معلقة الصلصة بتاعتي اهي، بس كده خلاص. ابدأ بقى اقلبها حبايب قلبي كده. ادي حبايب قلبي اللحمة المفرومة المتعصجة معايا اهي،
شايفين معلقة الصلصة مخلياها جميلة وفيها طراوة كده. اخر حاجة دلوقتي اللحمة المفرومة كده اتعصجت وبقت تمام، تستعمليها في كل حاجة، باذنجان مفروم تستعمليه مع اللحمة المفرومة، تستعمليه مع مكرونة بشاميل، تستعمليها زي ما انت عايزة. اوكي يا قلبي، حبيبة قلبي، لو عجبك ما تنسينيش كلمة حلوة منوعات حسناء. حبايب قلبي هنعمل النهاردة البشاميل، النهاردة في يومنا حبايب قلبي، دي الحلة اللي هغلي فيها المكرونة، وحبايب قلبي ده اللبن اللي انا بغليه معاكو دلوقتي. تمام التمام اهو يا قلبي، هنعمل النهاردة بقى الايه البشاميل. دول 5 معالق سمنة بلدي سايحة ونايحة زي ما انتوا شايفين، تسخن قوي هنزل ب5 دقيق وهديهم اللون الحلو اللي يخليكي في المطبخ تشم الريحة تقولي الله 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 الله. حلو الكلام، بس لازم السمنة تكون سخنة قوي يا حبيبة قلبي عشان تنزلي. وادي يا حبايب قلبي ضفت اهو المكرونة تتسلق. حلو الكلام، هننزل بقى يا حبايب قلبي بالدقيق، الدقيق لازم تكون السمنة ايه سخنة. حلو الكلام، شفتوا بيعمل ازاي؟ يا حلاوتك يا حلاوتك يا بشاميل العزومات، هياخد اللون يا حبيبة قلبي وارجع اوريهولكوا تاني. استني قلبي عشان مش يكلكع مني. كده يا حبايب قلبي احنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين شفتوا اللون اهو، ايه رايكوا بقى كده؟ هنزل بقى حبيبة قلبي باللبن دلوقتي. تمام، طبعا احنا بنعمل نص لبن ونص شرب، نص لبن ونص شرب. حلو الكلام، قلبي بقى كده ما تسيبيش ايدك منه خالص، قلبي 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 قلبي. ادي البشاميل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفينه، وكل ما بيقعد بيتقل، كل ما بيقعد بيتقل. نقول تاني عملنا ايه حبايب قلبي بالصلاه على النبي؟ انا عامله زي ما انتوا هتشوفوا كده، معلقه دقيق على معلقه سمن، سمن بلدي. حلو، نزلت على طول وحمرت الدقيق، وبعد ما حمرت الدقيق وخليته زي ريحته كده قلب المطبخ لونه اصفر حلو، عملت ايه؟ نزلت يا حبيبه قلبي باللبن، نزلت باللبن كميه اللبن حبيبه قلبي يعتبر لتر. على بصي يا حبايب قلبي اللتر انتوا بقى تستعملوها هتشوفوا ازاي، كل معلقه دقيق عليها معلقه سمنه عليها كوبايه الشاي بتاعه الايه بتاعتنا بتاعه كل بيت لبن. عايزه تعملي نص لبن ونص شوربه اللي يريحك، يبقى معلقه دقيق زائد معلقه سمن كوبايه لبن من كوبايه الشاي. حلو، وتنكي تقلبي قوي عشان مش يكلكع منك. اسيبه بقى يا حبايب قلبي كده وندخل بقى نظبط ايه يا حبايب قلبي. اللحمه المفرومه بتاعتي ايه اتعصجت وتمام التمام، متفل و10 معايا البشاميل بتاعي، متفل وتمام و10/10 باذن رب العالمين. وانت ست الكل 10/10. ادي المكرونه بتاعتي عليها فلفل اسود ماركه ودع اهلك اللي بيحب الفلفل الاسود. وادي صينيه المكرونه اللي انا هعمل فيها كل اللي انا عملته، ضربت 5 معالق كده مع بعض وجبتهم، وزي ما انتم شايفين كده عملتهم في الصينيه. في فكره حلوه قوي عايزه تعمليها انت اعمليها مفيش مشكله، شايفين المعلقه الحلوه دي اهي، وادي كمان معلقه حلوه زي كده يا قمر. طبعا احنا بناكل ولادنا عشان ما بنستخسرش فيهم حاجه. هبدا بقى اقلب الايه، انتوا شايفين المكرونه كده قلبها مع بعض. طيب قلبي ادي المكرونه بتاعتي قلبتها مع المعلقتين اللحمه، وهنضيف كمان بنفس المعلقه بتاعتي دي، ادي بالصلاه على النبي معلقتين اهم. حلو الكلام، واقلبها يا حبايب قلبي برضو كده، ونبدا بقى نخلطها كده ايه مع بعض. حبايب قلبي بعد ما قلبت المكرونه زي ما انتوا شايفين، طبعا في الصينيه ضفت نص الكميه، الكميه اللي هي ايه مكرونه على البشاميل على اللحمة المفرومة، والنص التاني فين؟ في الصينية. هننزل بقى نضيف بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا، وده حسب ذوقك بقى تمليها تكتري، هتشوفوا دلوقتي انا هعملها ازاي. تمام، يلا بقى كده نفرشها مع بعض يا حبايب قلبي. كده حبايب قلبي انا فرشت ايه اللحمة المفرومة على المكرونة، دايما القاعدة بتاعتك تكون اتقل شوية، يعني تزودي من تحت المكرونة عشان تكون معاكي حلوة تقدري تشيليها وتتحكمي فيه. هنضيف بقى النص التاني اهو من المكرونه بعد ما انا ضفت الايه اللحم. تمام، هفرشها كده برضو. كده حبايب قلبي انا مسكت الاخبه الاخرانيين بتوع المكرونه النص التاني وضفته عليها. حلو الكلام، نبدا بقى جه الكلام يعني نبدا نضيف بقى البشاميل عليها يا حبايب قلبي حسناء، والفوارغ اللي هتلاقوها دي بقى هتزودوها بالبشاميل.
عارفين لما تزودوها بالبشاميل هتبقى جميلة. حلو الكلام، كلام سليم. يلا بينا يا حبايب قلب حسون، حبايب قلبي. وده صينية المكرونة بتاعتي اهي، وضفت عليها البشاميل وحطيت عليها قرن فلفل ماركت ودق. الجبنة بقى يا حبيبة قلبي سكات رومي او جبنة مونزريلا، هتحطيها لما تدخل الفرن شوية عشان المونزريلا بتاعتك ما تنحرقش. كل شيخ وله طريقة، اعملي بالطريقة اللي تحبيه حبيبة قلبي. ادي اهي دخولها ساعة الفرن على درجة حرارة عالية عشان تحطيها في الرف الوسطاني على الشبك. حلو الكلام. وادي البشاميل زي ما انتم شايفين اهو. حلو الكلام، قولوا كلام سليم. ما حدش بيرد عليا ليه؟ بكلم نفسي يا نفسي. انتي كل سنه وانتم طيبين، كل المناسبات الحلوه متجمعين في الاعياد وفي شهر رمضان، وكل ايامكم مبسوطين. احلى مكرونه بشاميل حبايب قلبي، احلى صينيه مكرونه بشاميل تلم الحبايب في سفرتك في كل المناسبات وفي كل ايامك فرحانه وسعيد. ان شاء الله دايما دايما تاكلوها في الهنا. طريقه بسيطه وسهله خالص، عشاق الايه المكرونه بشاميل باللحمه المفروم. حبيبتي في يومي وفي روتيني، يا رب تعجبك. ولو عجبتك ما تنسينيش بكلمه حلوه وجبر الخواطر على الله. لايك للي لسه ما اشتركش في قناتي، يشترك عشان ان شاء الله اكيد هيلاقي حاجه حلوه تفيد. والبساطه عنوان، سيبكم اللي بيحط احمر واخده حلوه ازاي وبتتكلم عن نفسها من غير اي حاجه. مكرونه بشاميل تفتح النفس وتخليكي تاكلي اخر حاجه. شايفه جمالها؟ تتاكل اكل يا جماله يا جماله يا جماله يا جمال مع حسونه. جميله جميله اخر حاجه. مو مسك طالعه من الفرن بتقول انا عروسه، فين العريس؟ بقكوا انتوا احلى عريس. حاجه كده معموله بالحب، حاجه كده بتقول لوز اللوز. يا جماله يا جماله يا جمال، شايفين الروتين؟ حب 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 حب، منورين يا حب. كل سنه وانتم طيبين. المكرونه البشاميل من ايد حسناء، يا رب تعجبكم. والطريقه كانت سهله وبسيطه، وكان لها كلها كلها من بيتي. ايوه كلها مش كلها، لانها تاكلوها كلها وانا عايزه اخلي الحبايب كلها تمد ايدكم. يلا كده تابعوني وان شاء الله هتلاقوا كل جديد يعجبكم باذن رب العالمين. حبايب قلبي وفرتيني زي ما انتم شايفين، الناس كلها بتعمل جنب البشاميل فراخ. حسناء كسرت القاعده فعملت لحم، السمنه البلدي متحمره اخر حاجه. شايفين يا حبايب قلبي البشاميل بتاعي نايح وسايح. حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين، والشوربه لما بتخلص خلاص يا حلوين. وده لحمتي كمان اهي زي العسل. شايفين المكرونه البشاميل اخر حاجه. وده كمان يا حبايب قلب اللحمه المتحمره حاجه كده اوزي. دايما الف هنا. فلفل اسود ماركه ودع اهلك، وحلاوته بقى كده وهو بيتاكل معاها كده نار يا حبيبي نار. ماركه ودع اهلك. البشاميل الف عافيه وصحه لكل اللي يجرب الطريقه ان شاء الله. ايه رايكم؟ ده اكل النهارده يا حبايب قلبي. وزيتوني اللي مالوش مثيل، طعمه هتحكموا انتوا. وادي صينيه المكرونه بتاعتي اهي، شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ قولوا لي انتوا. سخنه ولازم تسيبيها لما تبرد، اوعي تقطعيها وهي سخن. وادي يا حبايب قلبي كسرنا القاعده خالص، وعملت معاها لحمه ما عملتش معاها فراخ. الف صحه وهنا ليكم انتوا يا حبايبي. انا منوريني في احلى روتين النهارده. حبايب قلبي قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ان عجبكم بقى دوسوا ايه، دوسوا لايك.